اهلا بحضراتكم من جديد. خلوني في البدايه ارحب بنجوم الاستوديو التحليلي، نجم الاهلي الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. منورنا يا كابتن عادل. اهلا يا كابتن مسام، اهلا بيك. انا سعيد بيكو وسعيد بعمده، اول مره نطلع مع بعض يعني، وربنا يكرم النهارده نعمل نتيجه كويسه باذن الله ان شاء الله. ايضا نجم الاهلي الكبير كابتن عماد النحاس. منورنا يا كابتن عماد. منور يا كابتن اسامه، وتوفيق يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي، وفرصه سعيده طبعا ان انا اكون موجود النهارده طبعا مع اخويا وصديقي العزيز طبعا الكابتن عادل ودكتور احمد. خدتوا مهمتي خلاص، تقدمتوا الناس. ايضا كمان نجم الاستوديو التحليلي دكتور احمد ثابت. منورنا يا دكتور ثابت. ده نور حضرتك كابتن اسامه، ودايما متالق وسعيد بالتواجد مع حضرتك وكابتن عماد وكابتن عادل طبعا باذن الله. خلينا بدايه مع كابتن عادل. كابتن عادل، قبل ما نروح لمباراه اليوم خلونا نتكلم عن شعورك وانت اهلاوي بتشوف اسم النادي الاهلي مع الفرق العالميه في قرعه كاس العالم للانديه بشكلها الجديد. اكيد فخر كبير يعني، احنا كنا قاعدين سعداء جدا ان انت تكون في وسط الكوكبة من الاندية الكبيرة في اوروبا، ده رقم واحد. رقم اتنين، مدى احترام الناس للنادي الاهلي، والاحترام ده ما بيجيش من فراغ، الاحترام ده جه من تعب وجهد، من بطولات كتيرة النادي الاهلي خدها، من يعني استراتيجيات اشتغلت على السنين كلها من اول ما النادي الاهلي انشئ. ف المدرسة اللي هي دائما فيها تواصل 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 عشان ترفع اسم النادي الاهلي، ولكن في الاخر كنا سعداء جدا. يكفي ان اتقال عليك يعني اول ما جابوا نادي القرن الافريقي، ده رقم واحد. وهم حتى كمان بيحترموا النادي الاهلي جدا. النادي الاهلي يمكن المنافسة بينه، قال لك عنده 26 بطولة قارية ومنافسته مع ريال مدريد، فدي حاجة فخر ليك. اي اهلاوي بيبقى سعيد جدا ان هو انتمى او بينتمي او مشي بس جنب النادي الاهلي، دي حقيقه والله. اتذكر اخر مره كانت الناس ممكن مستنيه قرعه كاس عالم، كان وقت كاس عالم 90. ايوه، كاس عالم 2018 في روسيا، كانت الناس كلها منتظره تشوف مجموعه مصر، ودي المره الثالثه الناس مستنيه تشوف الاهلي هيقع مع اي مين من الانديه. دي يعني انا بقول لك الواحد كان بيحس ان هو يعني مش ما يعني مش عاوز اتكلم الكلمه دي عشان محدش يزعل مني. يعني احنا تعدينا المنافسه في مصر ويعني او في افريقيا يعني في افريقيا وثم في العالم. يعني انت بتتكلم على انك طموحاتك راحت فين. يعني جمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي بيقول لك انت رايح بطوله في 14 فرقه من اوروبا، اقوى انديه العالم، ولكن بيقول لك لازم تعمل نتيجة كويسة، لأنه الثقة اللي فيها النادي وليس اللاعبين بس، طول العمر اللعيبة بتيجي وبتمشي وبتلعب وبتغير، لكن اللحظة دي ما بتنسيش، لكن ما بتتنسيش خالص طبعا. طب أنا عايز أرجعك كابتن عادل عشان أعمل الربط أو المقارنة. كأس العالم 90 وأنت كنت موجود في المنتخب بتاعه لعيب، وكنت بتسمع ومستني القرعة، وأنت دلوقتي راجل بتنتمي للنادي الأهلي ومستني وتشوف النادي الأهلي هيقع مع مين، الربط ما بين الاثنين؟ والله شوف، كان ربط يعني انا حسيت انه انت منتظر. انا اتمنى ان النادي الاهلي يكمل، اولا ناحيه تسويقيه كبيره قوي، هتعلي القيمه التسويقيه بتاعه اللعيبه، هتعلي قيمه النادي قيمته كبيره، ولكن بتعليه في المحافل الدوليه. الحاجه الثانيه المهمه، لما تقعد تسمع انك انت هتلاعب انتر ميامي وبعدين فلومينسي وبعدين هتلاعب بورتو، فانت لازم تعرف انك انت داخل محك. بس عاوز اقول للناس حاجه بس عشان ما يتخدعوش، ها، الناس مبسوطه جدا بالقرعه وفاكره ان انت خدت اقل فرق، انت خدت فرق قويه جدا، انت واخد ثلاث فرق. القيمه التسويقيه بتاعت الاولى 320 مليون، القيمه التسويقيه بتاعت بورتو 320، بتتكلم على فلومينسي 230 حاجه كده، وبتتكلم على 91 ميامي، والنادي الاهلي 31 مليون، يعني 95 ارقام. يعني انت بتتكلم على يعني انديه جامده قوي، بس انت عشان ما رحتش مع ريال مدريد فالناس متفائله قوي. طيب خلينا